رجعتي بكير، كأنه ما كان عندك شغل كتير عند أورانيا. نيستوراس بعتني على البيت لأنه كان رايح على احتفالية المدرسة. خير أسيمينا، قولي لي شو بك؟ نيكوفاروس إجا لعند أورانيا. كيف؟ شو كان بده؟ ليش إجا؟ رجع طلب إيدي مرة تانية قدامهم كلهم، الست ريزا وأورانيا حتى كرياكوس، الكل صاروا بيعرفوا. عن جد عيب عليه، ليش هيك عم يعمل فيكي؟ أكيد زعلتي منه أسيمينا مو؟ معقول أزعل منه؟ أنا كتير بحبه دروسا، ومستحيل أقبل أتزوج حدا تاني، ما بدي حدا غيره. شو لازم ساوي؟ شو صاير معك؟ قلي وين كنت؟ وين ما كنت كون شو تحقيق؟ كيف بتحاكي أمك بهالطريقة؟ أنا آسف، ما تواخذيني، بس لو سمحتي تركيني لحالي. لا ماني عم صدق، وينه ابني؟ الشبي اللي كان عنده أحلام كبيرة وطموحات، كيف بتخلي فلاحة جاهلة تتلاعب فيك؟ بدك تضل عايش هيك يعني؟ لو سمحتي ماما بكفي، قلتلك تركيني لحالي. ما فيني اتركك بهالحالة، لازم ترجع لوعيك. شوفي ليش طالع اصواتكم؟ وبعدين انت كيف بتهددنا؟ يا اما بتاخذ هالشحادة او بتسافر. بكفي ماما. يمكن هذا تهديد لابوك، بس بالنسبة لي مكافأة انك تسافر اهون علي من انك تتزوج وحدة قروية، بدل ما تشكرني اني ساعدتك تحقق طموحك، عم ترفع صوتك علي وتتوقح. شو هالحكي هاد؟ انا عم بتوقح؟ معتبرتيني صغير وفيكي تتأمري علي مو؟ نيكيفوروس، روح تمشى شوي وما تناقش وانت معصب. أنا مو؟ ايه انت، قلي كيف تحكي مع أمك بهالأسلوب؟ طلع يلا نيكيفوروس، هالمرة رح وقف ضدك، يكون بعلمك هالشي. الأستاذ لامبروس قال قبل شوي إنه رح يكون حريص على مستقبل أولادنا، وأنا حابب أحكي بخصوص نفس الموضوع. مستقبل الأولاد وطموحهم رح يصير واقع بعد ما إجانا مرسوم من الحكومة الإقليمية.